في هذا الفيديو سنفحص الفروقات بين محبة النواة والقاعدية Nuclear Felicity، وهذه تفرقة مهمة عندما نحاول إيجاد تفاعلات الحذف وتفاعلات الاستبدال، وهو ما سنراه في الفيديوهات المقبلة. إذا لنبدأ أولا مع Nuclear Felicity، محبة النواة، لنتعرف أولا على المعدل الذي يهاجم فيه النيوكليوفايل الإلكتروفايل. كلما كان النيوكليوفايل أقوى كلما سيهاجم الإلكتروفايل بشكل أسرع. إذن هذا مفهوم مهم يجب فهمه، وهناك عاملين لنتعامل معهم عند التفكير في قوة النيوكليوفايل. أول شيء هو الشحنة charge. لنقارن جزيئين هنا ولنرى أي من هذين الاثنين هو نيوكليوفايل أفضل. وإذا بدأنا هنا ورسمنا أنيون الإيثوكسايد سيبدو هكذا، ولنقارن أنيون الإيثوكسايد مع جزيء الإيثانول ولنرى أي من هذا الاثنين هو نيوكليوفايل أفضل. على اليمين هنا الإيثانول، هذا الأكسجين هو موجب بشكل جزئي، هو أكثر كهروسلبية من الهيدروجين هنا. إذا الهيدروجين هو موجب بشكل جزئي، وشاهدنا هذا في الفيديو السابق. إذا جاء الإلكتروفايل، سأرسم الإلكتروفايل عام هنا وهو موجب الشحنة، وسنفكر أي من هذه الجزيئات سيكون منجذب أكثر إلى الإلكتروفايل، الجزيء ذو الشحنة السالبة سالب واحد الكاملة، أم هذا الشيء ذو الشحنة الجزيئية السالبة. ومن واضح أنه ذو الشحنة السالبة واحدة الكاملة سيكون منجذب أكثر إلى الإلكتروفايل. لذا أنيون الإيثوكسايد سيهاجم هذا الإلكتروفايل بشكل أسرع من الجزيء على اليمين. هذا يعني أنه نيوكليوفايل أقوى. لنكتب هذا، سوف نصنف أيون الإيثوكسايد كنيوكليوفايل قوي strong nucleophile بالمقارنة مع هذا الإيثانول. سيكون نيوكليوفايل ضعيف. إذا كل شيء متعلق بمعدل الهجوم. هناك عامل آخر يجب مراعاته عندما نحاول إيجاد النيوكليوفيلية لشيء، وهو قطبية الجزيء. لنفحص هذا polarizability. القطبية هي القابلية لشيء ما ليكون قطبي، في العادة سيكون بسبب تأثيرات خارجية. لنأخذ مثال على ذلك مرة أخرى، لنستخدم الإيثانول، لنرسم الإيثانول هنا ولنضع زوج الإلكترونات المنفردة، وسأرسم الكبريت المشابه للإيثانول والذي يعني فقط تبديل ذلك الأكسجين مع الكبريت هنا. الكبريت هو في نفس المجموعة للأكسجين في الجدول الدوري، لذا سيتفاعل بنفس الطريقة. وعند وضع زوج الإلكترونات المنفردة نريد أن نفكر في حجم الذرة. طبعا نعلم أن الكبريت هو ذرة أكبر أكبر من الأكسجين، هذا من النزعة العامة في الجدول الدوري. إذا عندما نضع هذان الزوجان الإلكترونات المنفردة سوف نبالغ في تحديد مكانهما بالضبط. زوج الإلكترونات المنفردة على الأكسجين سيكون في الواقع أقرب إلى نواة الأكسجين، إذا سأبينهم بشكل قريب جدا إلى نواة الأكسجين، بينما الكبريت هو ذرة أكبر، وبالنسبة لهذه الإلكترونات ستكون أبعد عن النواة. إذا سأرسم هذا الإلكترونان المنفردة بشكل بعيد قليلا، نتذكروا أن النواة هي مشحونة بالموجب، الإلكترونات هي سالبة الشحنة. إذا كانت هذه الإلكترونات أبعد عن النواة، عندها النواة سيكون لها تأثير أقل عليهم، وهذا شيء معروف. كلما زادت المسافة قل التجاذب، كلما كان التجاذب أقل. في الكبريت هي ليست مرتبطة بإحكام مع النواة. وإذا دخل الإلكتروفايل، لنرسم الإلكتروفايل العام بهذا الشكل وهو مشحون بالموجب، هذه الإلكترونات هنا، هذه الإلكترونات مشحونة بالسالب، سوف تكون منجذبة إلى الإلكتروفايل، سوف تستقطب ذرة الكبريت بشكل أكبر. لذا هذه الإلكترونات ستهاجم الإلكتروفايل بشكل أفضل، بينما بالنسبة للأكسجين على اليمين هذه الإلكترونات هنا منجذبة بشكل أقرب إلى نواة الأكسجين الموجبة الشحنة، وهذه الإلكترونات ليست بنفس الاستقطاب. لا يمكن أن تحصل على فرق كبير في القطبية، لأن هذه الإلكترونات لا يمكن أن تكون أبعد ما يمكن عن النواة كما هو الحال هنا على اليسار. وإذا ضخمنا هذا، هنا لدينا إلكترونات مشحونة بالسالب هنا ونواة ذرة الكبريت هي موجبة الشحنة، ومن هنا جاءت القطبية. نحصل على المزيد من القطبية عندما تكون الإلكترونات أبعد عن النواة وتسمح لهم بالهجوم على الإلكتروفايل.
نفس المفهوم ينطبق على الهالوجين. إذا كان لدينا أيون اليود السالب هنا، وهو أيون كبير جدا، وهذه الإلكترونات هي أبعد ما يمكن عن النواة، لذا أيون اليود هو أيضا قطبي جدا، وهذا يجعله نيوكليوفايل قوي. نجعله نيوكليوفايل قوي، إذا هذا الثيول هنا هو نيوكليوفايل قوي، ومرة أخرى الإيثانول هو ضعيف نسبيا. الآن لنفحص القاعدية. حسنا، نفحص القاعدية لشيء ما. عندما نتحدث عن القاعدية هي تتحدث عن إذا كان شيء قلوي قوي أو ضعيف، وطريقة فحص هذا هي عن طريق فحص البي كي اي للحمض، للحمض المترافق أو المرافق. إذا البي كي اي للحمض المرافق، لنقل نريد إيجاد إذا ما كان أيون الكلور هو قلوي قوي أو ضعيف. إذا أيون الكلور السالب هل هو قلوي قوي أو ضعيف؟ الطريقة لعمل هذا، نقول ما هو الحمض المترافق لأيون الكلور؟ فقط نضيف بروتون لذلك وسنحصل على CL HCl على HCl، وحالما نحصل على ذلك يمكن نفحص قيمة البي كي اي، وقيمة البي كي اي للهيدروكلوريك أو حمض الهيدروكلوريك هي تقريبا سالب واحد، بل سالب سبعة، ونعلم بالطبع أن حمض الهيدروكلوريك هو حمض قوي، وكلما كان الحمض أقوى سيكون القلوي المترافق أضعف. إذا نعلم أن أيون الكلور هو ضعيف نسبيا. لنفحص تفاعل الحمض القاعدة فقط لتثبيت تلك النقطة. إذا فعلنا ال HCl، إذا فعلنا ال HCl مع الماء، وهذا تفاعل بسيط في الكيمياء العامة للحمض والقاعدة، نعلم أن حمض الهيدروكلوريك سيعمل كحمض، ونعلم أن الماء سيعمل كقلوي، والماء سيأخذ ذلك البروتون ويدفع بهذه الإلكترونات إلى هنا، وسيتشكل لدينا أيون الهيدرونيوم H3O بلس، ومن ثم أو موجب، ومن ثم سيتشكل لدينا أيون الكلور. الآن بعد أن شكلنا أيون الكلور، ما هي احتمالية أن يأخذ أيون الكلور هذا البروتون ليعيد تشكيل الـ HCl؟ الإجابة الاحتمالية قليلة، هذا لا يحدث. الكلور هو ليس قلوي قوي مطلقا، وعندما نرسم الأسهم هنا لن نرسم الأسهم لليسار، لا نحتاج أن نرسم الأسهم بشكل معاكس لليسار، لأن هذا تفاعل متوازن يحدث بشكل أكبر لليمين، لأن التفاعل المتعاكس لن يحدث. إذا هذا يؤكد النقطة التي لدينا، كلما كان الحمض أقوى كلما كان القلوي أضعف، ويمكن تصنيف أيون الكلور كقلوي ضعيف weak pairs، لأن لديه حمض مترافق قوي. وبالنسبة للإيثوكسايد، إذا أردنا معرفة إذا كان أيون الإيثوكسايد هو قلوي قوي أم ضعيف، سنقوم بنفس الشيء لنرسم أيون الإيثوكسايد بهذا الشكل، وهو مشحون بالسالب، وسنفكر في الحمض المترافق، فقط نضيف بروتون إلى أيون الإيثوكسايد وسنشكل الإيثانول. ما هي البي كي اي للإيثانول؟ هي تقريبا 16، وبالمقارنة مع حمض الهيدروكلوريك هنا، إذا حمض الهيدروكلوريك له قيمة بي كي اي سالب 7، وهو قلوي جدا. كلما كانت قيمة البي كي اي أقل كلما كان حمضي أكثر، وكلما كانت قيمة البي كي اي أعلى كلما كان الشيء حمضي بشكل أقل. والبي كي اي 16 تعني أنه حمضي بشكل أقل بكثير من شيء له بي كي اي سالب 7. إذا الإيثانول يمكن أن يعمل كحمض، هو حمض ضعيف نسبيا الـ HCl بالمقارنة مع الـ HCl، وإذا كان لدينا حمض ضعيف نسبيا فسيكون لدينا قلوي قوي. إذا يمكن القول أن أيون الإيثوكسايد هو قلوي قوي، وهذا صحيح لجميع أيونات الكوكسايد، إذا هو قلوي قوي. إذا نظرنا إلى النيوكليوفيلية والقلوية لنلخص ما تعلمناه من حيث قوة النيوكليوفايل وقوة القاعدة وكيف تعمل كل هذه الأشياء. لنفحص جزيئات تعمل كنيوكليوفايل فقط. إذا فقط النيوكليوفايل، فقط النيوكليوفايل في الآلية. حسنا، هذا يعني أنه ليس قلوي جيد، لذا هو شيء يكون قلوي ضعيف، لكنه نيوكليوفايل قوي، والهالوجينات تتناسب مع هذه الفئة. تحدثنا عن حقيقة أن أيون الكلور هو قلوي ضعيف، لكنه نيوكليوفايل قوي.
ودائما هناك زوج من الالكترونات المنفرده ولديه ولديه سالب واحد كشحنه ظاهره، اذا يمكن ان يعمل كنيوكليوفايل قوي، والهالوجينات الاخرى تتناسب مع نفس هذه الفئه. ايون البروم، ايون اليود بهذا الشكل. تحدث عن ايون اليود هو نيوكليوفايل قوي لانه من السهوله استقطابه. تحدث عن الثيولات، هي نيوكليوفيلات قويه ايضا. واذا رسمنا ثيول هنا، الثيول العام بهذا الشكل، القطبية نفس السبب لكون أيون اليود نيوكليوفايل قوي، هذا الثيول هنا هو نيوكليوفايل قوي. وإذا أخذنا الأس اتش السالب، هذا يشبه أيون الهيدروكسيد، هذا أيون الكبريتيد، وهذا أيضا نيوكليوفايل قوي. والثيولات هي قواعد ضعيفة، لأن الحمض المترافق هو قوي نسبيا. هذه الفئتين الرئيسيتين للجزيئات التي تكون فقط نيوكليوفيلات أو نيوكليوفايلات. ما الذي سيعمل فقط كقلوي قاعدة؟ أيون الهيدرايد هو أفضل مثال على ذلك، حيث أنه مشحون بالسالب مثل هيدرايد الصوديوم، إذا هو ذو شحنة سالبة، وإذا تفاعل مع بروتون آخر سيريد ذلك بشدة، سيشكل عندها غاز الهيدروجين، سيتفاعل كقلوي ولن يتفاعل كنيوكليوفايل بشكل جيد بسبب حجمه، حيث أنه صغير جدا، والذي يعني أن هذه الإلكترونات هنا هي قريبة من النواة الموجبة الشحنة، وهذا يعني أنه ليس مستقطب جدا، إذن هو أقل قابلية لأن يكون مستقطب، أقل قابلية لأن يكون مستقطب. هذا يعني أنه لن يعمل بشكل جيد كنيوكليفايل، لكنه ممكن أن يعمل كقلوي. لذا شيء مثل هيدرايد الصوديوم سيستخدم في التفاعل، سيعمل كقلوي قوي، وسنحصل على تفاعل الـ E2. وفي الفيديوهات التالية سنخوض بالتفاصيل حول كيفية معرفة تفاعلات الحذف والاستبدال. لهذا السبب هذا الفيديو مهم لمعرفة كيفية التفريق بين النيوكليوفايل والقلوي. هناك أشياء ممكن أن تكون نيوكليوفايل قوي وقلوي قوي، وشاهدنا مثال على ذلك من قبل. إذا لنفحص جزيء يعمل كنيوكليوفايل قوي وقلوي قوي، وأفضل مثال على ذلك هو أيون الإيثوكسايد. أيون الإيثوكسايد يمكن أن يعمل كنيوكليوفايل قوي وكقلوي قوي. كل الكوكسيدات هي ضمن هذه الفئة. الكوكسيدات العامة مثل الـ RO سالب والهيدروكسيد هو من ضمن هذه الفئة أيضا، الـ OH سالب. نفس الفكرة، يمكن أن يعمل كنيوكليوفايل قوي أو قلوي قوي. الآن النيوكليوفايل الضعيف والقلوي الضعيف، حسنا، وهو شيء ليس جيد في كلتا الحالتين. إذا نزعنا البروتون من هذه الجزيئات على اليسار، إذا نزعنا البروتون من أيون الهيدروكسيد، إذا أخذنا البروتون من هناك سنشكل الـ H2O. H2O الماء لديه زوج من الإلكترونات المنفرد على هذا الأكسجين، هذا إذا أضفنا هيدروجين. إذا يمكن أن يعمل كنيوكليوفايل، شاهدنا هذا من قبل، أن هذا يعمل نيوكليوفايل، لكنه ليس قوي بالحالتين. إذا الماء هو قلوي ضعيف ونيوكليوفايل ضعيف. وإذا أخذنا البروتون أو أضفنا البروتون من أيون على أيون الكوكسيد نشكل الكحول، وهو ليس نيوكليوفايل قوي، وشاهدنا هذا من قبل، لا يمكن أن يكون نيوكليوفايل لأن زوج الإلكترونات المنفردة ليس قوي، يمكن أن يعمل كقلوي لكنه ليس قلوي قوي. إذا هذان مثالان على النيوكليوفايل الضعيف والقلوي الضعيف. إذا أولا يجب أن نكون قادرين على تصنيف الأشياء إذا ما كانت نيوكليوفايل قوي أو نيوكليوفايل ضعيف، ومن ثم يجب أن نكون قادرين على تصنيف إذا كانت الأشياء قلوية قوية أو ضعيفة. والآن أنتم مستعدين لتحديد التفاعلات، تفاعلات الحذف في مقابل الاستبدال.